زينو خلاص خلاص حبيبي عند الكاميرا هون هون هون. نحن فريق عمل اللقاح الروتيني الجولة الثالثة. مدير صحة الساحل نقوم بتغطية مخيمات النازحين من جبل الأكراد وجبل التركمان، والآن نحن موجودين في مخيم الزوف لتغطية المخيم كاملا من الأمراض، من أمراض الأطفال التي وأنواع اللقاحات هي الشلل الفموي، الحصبي، الحصبي الألماني والخماسي. عيني بالبابا، ليك البابا حلو رح يعطيك خماسي. لا 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 جاهز شفت الله خلاص حبيبي خلاص.